لو الحكاية فيها إن فيتو طبعا الندوة النهاردة زي ما هو واضح من عنوانها هي أفكار جديدة لعدت منها مصر. زي ما احنا عارفين ان مصر دلوقتي بتمر بمرحلة ضيقة جدا، مرحلة حاسمة، مرحلة جديدة في تاريخها، مرحلة اعادة بناء. واحنا كمواطنين او كمؤسسات مجتمع مدني لازم ان احنا نشارك في هذه المرحلة ونشارك في عملية البناء بجدية. وده اللي احنا بنطرحه النهاردة من خلال ندوة بنك الافكار، افكار جديدة لعدت بناء مصر، ان احنا بنجمع اكبر كم من عقول المصرية الواعدة اللي عندها فكر جديد، عندها افكار غير تقليدية لحل المشكلات اللي بتواجه المجتمع المصري بشكل عام. طبعا عندنا النهارده العديد والعديد من الشباب والمفكرين والمخترعين والمبتكرين من جميع انحاء مصر، والنهارده بيقدموا برضو كثيرا من الافكار في مختلف المجالات. النهارده عندنا افكار في مجال الطاقه، عندنا افكار في مجال المياه، عندنا افكار في الاسكان والبناء، في النقل والمواصلات، في السياحه، عندنا افكار كثيره تقريبا في كل المجالات. واحنا النهارده بنقدم هذه الافكار وبنعرضها على المسؤولين والراي العام والمستثمرين ورجال الاعمال، بحيث ان احنا نبتدي نحط هذه الافكار في بدايه طريق التنفيذ. عايزين نخرجها لارض الواقع، وهذا الخروج يعني يمكن النهارده يكون بدايته من خلال ندوه بنك الافكار، ونقدر نكمل من خلال التعاقد مع المستثمرين ورجال الاعمال والوزارات المختلفه، بحيث ان كل رجل اعمال او مستثمر يقدر ينتقي الفكره اللي تناسبه وتناسب مجال عمله ويقدر يستثمر فيها وينفذها ويخرجها للنور. ايضا جميع الوزارات، جميع القطاعات الحكوميه المختلفه تقدر انها تنتقي الافكار اللي بتناسبها وتقدر ان هي تدخلها حيز التنفيذ من خلال الوزاره ومن خلال القطاع اللي هي بتشرف عليه. نفسنا ان احنا في 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 فتره وجيزه، فتره قليله، ننجز اهم الافكار القابله للتنفيذ الواعده السهله اللي ممكن ان هي تخلي المواطن يشعر بتحسن سريع، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نطلع من الكبوه اللي احنا فيها، نقدر بعد فتره قصيره نحس ان احنا مصر ابتدت على طريق النهضه، ابتدت على طريق التقدم. وده المفروض، ان مصر بتاريخها القديم وحضارتها العريقه واقدم بلاد العالم في الحضاره، وعندها حضاره الفراعنه وهذا التاريخ المشرف اللي احنا شايفينه دلوقتي، مش ده وضع مصر الطبيعي. وضع مصر الطبيعي انها تبقى في مقدمه الدول المتقدمه على مستوى العالم، وان شاء الله ده مش هيتم الا من خلال المجهودات اللي احنا بنبذلها احنا وغيرنا من مؤسسات المجتمع المدني وغيرنا من الشباب والناس اللي بتحب مصر وبتحب البلد دي وعايزه تشوفها في احسن حال واحسن مستوى.